كابتن طارق، مستمرين مع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. كابتن نجيب ببارك لك الاول، بقول لك الف سلامه، تحملت على نفسك النهارده، شفنا طبعا يمكن غرزه او غرزتين طبعا تحت اسفل الفم، لكن قول لي النهارده شايف الاداء ازاي، ادائك النهارده كان ازاي، وقول لي النهارده كان الفوز وختاموها رائع النهارده كابتن. طبعا ماتش النهارده ماتش ديربي، ماتش مهم جدا، طبعا ماتش الاهلي والزمالك ماتش بطوله خاصه، بعيد طبعا عن بطل الدوري، طبعا ده ماتش كوره خاصه، فالحمد لله اللعيبه كلها كانت مركزه النهارده، واللعيبه كلها كانت عدت المسؤوليه، اللعيبه كلها عملت اللي عليها، اللعيبه كلها كانت مركزه بشكل كويس، الحمد لله قدرنا نكسب النهارده ونحقق المكسب طبعا بفضل اللعيبه كلها كانت مركزه، والحمد لله على المكسب الحمد لله. قول لي تحب تقول كل اللعيبه بعد انتهاء الفوز وانتهاء الدوري، وحاول تحب تقول لي رساله لكل اللعيبه الرجاله. طبعا ببارك لهم طبعا على الماتش النهارده، ببارك لهم على بطوله الدوري، وان شاء الله مزيد من البطولات ان شاء الله الفتره الجايه.